لا يفوتني أن أبارك للأحبة المفرج عنهم في البحرين، مع التأكيد على أن حقهم هو الحرية الكاملة غير المشروطة، ونؤكد على موقفنا الثابت المطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين، وليس إفراجات جزئية من أجل دغدغة المشاعر وخلط الأوراق ومصحوبة باشتراطات مهينة لإخوتنا وأحبتنا المعتقلين. حق المعتقلين هو الإفراج غير المشروط والحرية الكاملة لكل أحبتنا وعزتنا في البحرين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.